الأخت رشا. أيوة اتفضل انت ألو، معانا على الهواء. أهلا بيك يا أخ نزار، وسلام لكل الناس اللي بتشاهدنا النهاردة. موضوع الجهاد ده موضوع مهم جدا جدا بصراحة. أنا عملت مقارنة ما بين الجهاد في المسيحية وما بين الجهاد في الإسلام، لأن أنا من خلفية إسلامية زي ما كل الناس عارفة. لقيت إن في المسيحية ربنا بيخلينا نجاهد كل يوم علشان نقدم رسالة المسيح، الرسالة اللي فيها الحياة، اللي فيها تقديم الذات، وإزاي إن احنا نتنازل عن احتياجاتنا ونتنازل عن الأفكار بتاعتنا، وتتحول حياتنا إلى شهادة بتعلن شكل المسيح، بنعلن قد إيه المسيح إله محب، أحبنا إلى المنتهى وأسلم ذاته لأجلنا. لكن الشهادة في الإسلام مختلفة تماما. الشهادة هنا الإنسان بيقدم نفسه عشان ربنا يتمجد، عشان ربنا يعيش، عشان ربنا يبقى مبسوط منه. إزاي أنا أعيش هذه الثقافة، ثقافة الموت؟ ما بين الإسلام والمسيحية فرق هائل. ثقافة الحياة في المسيح الذي مات لأجلنا لكي يعطينا حياة وحياة أبدية معه، وما بين ثقافة الإسلام اللي هي أنا أموت من أجل هذا الإله علشان أحاول أحمي هذا المعتقد. هل الله غير قادر على حماية معتقداته، على حماية كلماته؟ كم مرة هجمت المسيحية والله كان يدافع عنا ونحن صامتون؟ كم مرة اتهاجم المسيح نفسه والرب الناس اللي هاجموه افتقدهم وغيرهم وصاروا مبشرين بالكلمة؟ ثقافة الحياة مع المسيح الذي يعطي الحياة للناس، الذي يغير الإنسان داخليا، الذي يجعل الإنسان لا يحيا من أجل نفسه بل يجعله يحيا من أجل الآخرين، ويجعله صورة مصغرة للمسيح. وما بين ثقافة الموت اللي أنا بروح أفجر نفسي وأنا الإنسان اللي ملياش أي كنترول على, 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 على عمري، أنا مش من حقي إن أنا أموت نفسي، أنا بروح كمسلم أقتل نفسي علشان ربنا. شتان ما بين الاثنين. وأشكر الرب الذي غيرني ونقلني من سلطان الظلمة، من ثقافة الموت، إلى ملكوت ابن محبته، إلى الحياة مع المسيح إلى الأبد. وأنا اليوم لو أنا غمضت عيني هنا على الأرض، أنا أثق إن أنا لي حياة أبدية مع المسيح، وأثق إن أنا هكون في السماء معاه. مش هقف ما بين الجنة والنار، مفيش حاجة اسمها صراط مستقيم، مفيش حاجة اسمها ميزان يوزن حسناتي وسيئاتي، لكن في حاجة اسمها دم المسيح بقدمه ليك النهاردة أخويا المشاهد. دم المسيح هيطهرك من خطاياك، دم المسيح هيشيل الخطايا والذنوب اللي على كتافك، دم المسيح هيغير حياتك وهيحولك من إنسان ميت إلى حياة أبدية تحياها مع المسيح، تحيا حياة أبدية مع المسيح. شكرا ليك وأسفة جدا على الإطالة.